حتى بالعيد بدل ما يهمه العجل هذه ما يهمه. بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أمام الهدى والدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف الأكارم، مشايخ وأعيان القبائل، أيها الحضور المبارك، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المساء الذي نحتفل فيه وإياكم سويا في زفاف الأستاذ يوسف بن فضل النيم الكريم، حيث يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم بطيبة التحايا باسم الشيخ مبطي بن سعيد بن غنيم وأولاده وأخوانه وأبناء عمومته الجميع. نرحب بكم فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله. حضوركم شرف لنا ويضيف على حملنا فرحا وسرورا، فشكر الله لكم هذا الحضور وهذا التشريف. ثم باسمكم جميع نزف أسمايات التهاني والتبريكات لفارس هذه الليلة الأستاذ يوسف بن فضلي بن غنيم الجاني، وندعو له بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير. أيها الحفل الكريم، نستأذنكم لبداية حفلنا وخير ما نبدا به آيات من القرآن الكريم مع القاري عبد العزيز بن مفلح بن غنيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب فأنتم أهل الفضل والعرفان،
فأهلا بكم ضيوفا أعزاء، حللتم على قلوبنا فعمرتموها بالفرحة والبهجة، وزينتموها أنسا ونورا بحضوركم الكريم، فأهلا وسهلا بكم. ضيوف الكرام، الآن انتقلكم إلى فقرة القصائد الشعرية، وليلة شريفنا شاعر من قبيلة عزيزة علينا، رحبوا معيد الشاعر محمد بن عنايه الله الحربي، فليتفضل مشكور. والله ترى راسي من الشعر طابي، إن كان نار الشعر تصبح وقيدة، يا الشعر ما باغيك واعلم غيابي، ولا عاد من ضمنيك وافيه جديدة، في حاد وحدة ويريح صواب ينكر فيصل شاش بعد القصيدة، في حاد وحدة ويريح صواب إن كان فيصل شاش بعد القصيدة، يا صاحبي أبشر ومثلك إجابة، لو كان يدعينا ودابة بعيدة، يا فيصل أبشر بي وجاك الجوابية الوافية ليك النبونا نشيدة، أخوك يوسف بعد كبر كتابي، جينا نبارك والخواطر سعيدة، يا يوسف اللي لا وقف ما يهابي وافي والقاتل وضعي عديدة، يا يوسف اللي لا وقف ما يهابي وافي والقاتل وضعي عديدة، يا يوسف اللي فوق نجم الشهابي مجمد الربعة وخصمة تقيدة، ربعك من شهينا وجدك صحابي يحب لك لحظة على ما تريده، وأبوك فكاك المشور رقابي راعي البعول الكائدات البريدة، الشيخ بفضي عون اللي يصابي ياقف مع المحتاج قنه عديده، وابن غنيم اللي صدرنا خطابي من بعدها فك القيود الجويده، وابن غنيم اللي صدرنا خطابي من بعدها فك القيود الجويده، مرواني وربع سواد الهضابي حول الخصيم فالملاقى عديده، مرواني وربع سواد الهضابي عوق الخصيم فالملاقى عنيدة، من يوم ما كانت سيوف وجنابي سيف الحلاق الضب وخيل الشريدة، من يوم ما كانت سيوف وجنابي سيف الحلاق الضب وخيل الشريدة، اختامها من بعد ما القاف شابي ولما القصيدة جد حنا نجيد، صلوا على من كان تحت التراب نبينا راح الصالح حميدة، استاهلوا صح الله وسلم قبيض الله وجهه. أعزائي الحضور، ما الآن انتقل بكم إلى الوقيف الإرشادي المعد بهذه المناسبة، وأول الشيلات شيلة من أداء عبد بن حجاج سالم العرفي من أداء للشيخ مفضل بن سعيد أبو غنيم، كذلك الشيلة الثانية من أداء عبد بن حجاز من أداء كذلك الشيخ يوسف بن فضل بن غنيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.